النهارده بقى الاهلي بيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه البنك الاهلي في الجوله ال15 من الدوري الممتاز والمحدد لها 9:30 مساء غد الثلاثاء. امبارح كان في تدريب صباحا بعد انتهاء الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق لمده 24 ساعه عقب طبعا التتويج بكاس مصر، ونتمنى اكيد الفوز دايما لفريقنا. يعني خلينا اسالكم بقى كمان على مواجهه بكره، المواجهه المرتقبه، احنا داخلين بعد طبعا ما توجنا ببطوله كاس مصر على حساب نادي كبير زي نادي الزمالك، فاكيد طبعا في يعني روح معنويه مرتفعه عند الفريق بالكامل، فاكيد ده هينعكس على الملعب. شايفين المواجهه ازاي وتوقعاتكم كمان يعني بالنتيجه بقى امام البنك الاهلي؟ هينعكس مفيش شك، بس اكيد يعني انت عارفه الواحد برضو بيكون طالع من انتصار ورا انتصار، وبعدين كمان بنوعيه الانتصارات اللي حققها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ولا سيما طبعا ماتش نهائي كاس قدام الزمالك، اكيد هيبقى في حاله من الانتشاء عند اللعيبه، لكن كالعاده لعيبه النادي الاهلي المفروض ما بيخلوش الحاله دي تاثر عليهم سلبا، ممكن تبقى حافز بالنسبه لهم، ممكن تكون نقطه انطلاق، لكن ده مش معناه باي حال من الاحوال ان هم هيتراخوا قدام البنك الاهلي، وخصوصا ان البنك الاهلي الحقيقه الموسم ده كمان عامل شغل محترم جدا. وانت عارفه يا روزان وكل الناس عارفين ان اكيد النادي الاهلي، ودي خاصيه مهمه جدا موجوده عنده وعند لعيبته وعند الجهاز الاداري والفني، فكره ان احنا لا نستهين بالخصم ايا كان اسم الخصم مين، وخصوصا كمان لما يكون الخصم الند قوي وفريق محترم زي البنك الاهلي. اكيد هنتابع ماتش حلو بكره ان شاء الله. انا متوقعه هيبقى ماتش قوي، بس انا متفق معاك بقى في نقطه مهمه جدا. انا خارج من بطوله ورا بطوله ومن سفريه ورا سفريه وبتفصلني 48 ساعه، ضغط كبير جدا ومهمه، خلينا نقول مش سهله. احنا عمرنا ما جينا واتكلمنا او قلنا مثلا او اتحججنا بقصه ان احنا مضغوطين ببطولات او سفريات او غيره، حظنا كده وقدرنا كده واحنا متقبلينه على كده ولاعيبتنا فاهمه الكلام ده. لكن طبيعه الامر هو بيؤثر بشكل كبير برضو، خلي بالك احنا بشر، اللعيبه في الاول وفي الاخر مش مكن، يعني الناس اللي هي فاكره عادي يسافر من هنا وتعالى هنا و24 ساعه و48 ساعه وراحه سلبيه يوم واحد وغيره، لا طبعا الموضوع مش سهل. بس انا هرجع اقول لك تاني، النادي الاهلي بالنسبه له طبعا الدوري امر اخر تماما، فانا متوقعه كريم ان مهما كان في طبعا ضغط او ارهاق، انا شايفه ان هينزلوا يلعبوا يعني زي هي فول كاباسيتي زي ما بيتقال او بطاقه كامله، في تركيز كويس جدا، النادي الاهلي عايز يعوض، النادي الاهلي عايز يرجع للرانك بتاعه اللي جماهيره عارفاه. فانا متوقعه روزان هيبقى ماتش فيه تنافسيه شديده جدا، البنك الاهلي زي ما انت قلت نازل برده في تطوير كبير في اللعيبه، عندهم برده تحديث داخلي، فحاله حال على فكره فرق كتيره، فانا متوقعه ان المباراه هتبقى في بدايتها قويه جدا، تنافسيه عاليه، لكن انا مش قلقانه بصراحه لو هتساليني، انا مش قلقانه عن النادي الاهلي خالص. طب فان شاء الله تبقى مباراه قويه. نتيجة. ايه توقع نتيجه بقى؟ انت دايما والله بتقل بتوقعاتك. انا هوند الحقيقه، شوفي هقول لك على حاجه، انا مش هقدر اتوقع هاي سكور لان انت زي ما شفنا في ضغوطات على الفريق، بس انا اتوقع ممكن جدا نفوز مثلا 1-0. كريم انا بقول ان شاء الله هيكون 2-0 للنادي الاهلي باذن الله. طب وانت؟ يعني انا شايفه 2-0 برضو، انا دايما يعني ببص على 2-0 دايما، بحس ان هي الماتشات بتكون يعني الاهلي بيسجل 2 جول. اهم حاجه نشوف تطوير، نشوف لعب قوي، نشوف تكتيك حلو، وهو ده بالزبط المطلوب، بلس طبعا النتيجه تكون لصالحنا، لكن مهم جدا ان الجماهير تطمن كمان فنيا، وده اللي احنا قابلناه يمكن الفتره اللي فاتت، يمكن برضو في المباراه الاخيره يعني يمكن كان ممكن نلعب افضل بنسبه ما، نتمنى نشوف لعب واداء فني افضل في الماتشات القادمه ونطلع بالنتيجه المرجوه، فان شاء الله تبقى مباراه حلوه يا روزان. ان شاء الله يعني، واحنا دايما الاهلي احنا اللي بنكسب في الاخر زي ما بيقولوا. بالظبط كده. طيب معايا خبر بقى تاني يعني اكيد مهم جدا لكل جماهير النادي الاهلي، نحب نقول حمد لله على السلامه للاعبنا اليو ديانج، لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي عاد الى القاهره اول امبارح بعد اجراء جراحه ناجحه باستئصال جزء من غضروف الركبه، والدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق قال ان ديانج بدا بالفعل امبارح تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتاهيل البدني المحدد ليه من بعد اجراء الجراحه. ألف سلامة، وطبعا بنقول لك حمد لله على السلامة. نروح لخبر